واكيد هلا بدي اسال ورد، اكيد ما رح اقول له يا ورد انت كنت شاطر بالمدرسه، اكيد كان شاطر بالمدرسه، بس رح اسالك كنت تحفظ اكيد قصائد شعر موجوده ان كان بالابتدائي او حتى بالمراحل الثانيه من حياتك؟ طبعا كنا مجبورين عنا نحن اكتب اربعه ابيات من قصيده فلان الفلاني بعنوان كذا. صحيح. ان كان بالتاسع وان كان بالبكالوريا، لكن شو الشبيه الشعر اللي نحفظ يعني. كنا ننجبر نحفظ بس هلا لا يحضروني شيء ابدا. اولا لانه كنا نحفظ بصم نوعا ما من دون ما نحب او نفهم، وشيء ثاني بقول عن حالي شخصيا مالي من هواة الشعر، يعني انا ما بحب اسمع شعر كثير او انه جرب اكتب. مع ذلك انه في ناس عندهم موهبه ما شاء الله. صحيح. وملكه بكتابه الابيات الشعريه، يمكن انا بروح للمقال وللتحرير وللنثر اكثر من الشعر اللي هيك مقفى واوزان شعر. كانوا يعقدونا بتقطيع الابيات الشعريه. هلا ورد انا بدي اقول لك انه كانت اللغه العربيه هي شوي كثير صعبه، وخاصه اذا كان الفرع الادبي، بس صح. انا وياك نحن من الفرع العلمي، يعني ما كثير كان بهمنا التقطيع والاوزان. ايه بس اعطونا شوي منه البحر الفلاني او شيء الخفيف والبسيط وهيك الرمل وهدول القصص اللي بيبدعوا فيها. نحن كنا بعاد عن النوع. حفظان شيء بيت شعر؟ هلا اكيد حفظانين، بس يعني انه شيء قديم ايام المدرسه. نحن بدنا نسال هلا متابعينا على صفحه البرنامج واللي يحضرونا يوميا، نحن حطينا بوست وطلبنا من كل متابعين الصفحه يكتبوا لنا ابيات شعريه متذكرينا من ايام المدرسه ولهلا، وكتبنا بيت شعر من ايام المدرسه ما بتنسى ابدا، شو هو؟ اكيد فيكم تشاركونا بهاشتاجنا لليوم، ام هلا رح نروح لبين الناس ونسمع الشعر منهم. تتذكر شي بيت شعر من ايام المدرسه لهلا ما بتنساه ابدا؟ بيت شعر: وزائرتي كان ليس بها حياء فليست تزور الا في الظلام، كان اصدع الحمى. اذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي انا في غنى. يا طائر الباني قد هيست احزاني وزدتني طربا، يا طائر الباني. اي يصف بالتاسع معلم متذكره صراحه ابدا ولا شيء. انت بتكرهي ماده العربي يعني؟ كثير. اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. زهير بن ابي سلمى: ان العيون التي في طرفها حول حول ولا حور يا حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا. بتعرف لمين؟ عم اتذكر لجرير يمكن. اعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الانام كتابه. بعد المدرسه عم تقرا شعر؟ عم تسمع شعر؟ أكيد لا. ليه؟ أنت ما بتحب ولا؟ ما قصيت هيك، بكفي خطيبتي شعر لحاله. ما بعرف ليش الشعر صار مرتبط بالمدرسة، يعني مع زخم الحياة وضغوطات الحياة والعمل يعني صار الموضوع الثقافي كتير بس مرتبط بالمنهاج الدراسي للأسف. مواقع التواصل الاجتماعي يعني والإنترنت والفيسبوك يعني هذه لغت هالشغلات هي كلها، كانت كثير حلوه يعني. لا والله حاليا عم بدرس اقتصاد فمالي فاضي ابدا للشعر. هلا نحن نقرا نثر اكثر من الشعر يعني، او روايات، في كثير مثلا روايات لسه عم اقراها. ما بعرف اذا هلا الطلاب بهاي الاعمار انه كانوا هالقصائد تبعهم هي قريبه من قصائدنا او لنفس الشعراء. تغيروا، بس بحس ورد انه كتبنا ومناهجنا كانت حلوة، قيمة كانت كان فيها خير، كان فيها بركة أكثر من هلأ. أنا ماني مطلعة، بس أنا بحس إنه كل شيء كان قديم أو لوقتنا كان يعني له نكهة أكثر، كان له نكهة، كانت المادة أحلى، التفصيل أحلى. في هلأ بتحس في شغلات شوي معقدة. صح. وخاصة إذا منشوف مثلا حد عم يطلب منا نساعدهم بأعمار صغيرة، بتحس إنه لا شوي صعبين هدول المناهج. مناهج الجديدة مشكورة وزارة التربية عملتها 80%، يعني خليني أقول مو عبء، دور للطالب ابحث دور. بدنا نقول كمان بدنا نواكب هذا الوقت اللي نحن فيه. صح لازم، واتجهوا يمكن لهيك الشعر الحديث اكثر من الشعر الجاهلي.